تواصل فلسطين مشوارها نحو طاقة مستدامة ونظيفة، وتنجز لأجل ذلك الكثير. وفي إطار سعيها الحثيث لإنجاز الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بحلول العام 2020، بدأت منذ العام 2012 بإجراءات التدقيق الطاقي. بعد أن قامت سلطة الطاقة الفلسطينية بمجموعة من الدراسات العملية على مراكز الأحمال والاستهلاك، وتبين لنا أن هناك هدرا كبيرا في استخدام الطاقة. واستكمالا لأعمال الخطة، بدأت سلطة الطاقة بتمويل من البنك الدولي تنفيذ مشروع إنارة الشوارع باستخدام مصابيح ليد بدلا عن مصابيح الصوديوم عالية الضغط. بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، باشرت سلطة الطاقة بتنفيذ المشروع بعد رسم خطة واضحة المعالم لتنفيذها في شوارع محددة تتسم بالأهمية والحيوية في محافظات الوطن كافة، بالإضافة إلى بعض المرافق العامة نذكر منها حديقة الاستقلال في مدينة رام الله. يأتي إضاءة الشوارع ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئات المحلية الفلسطينية، كون البلدية مسؤولة عن تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين. وفي مقارنة سريعة بين كل منهما من حيث العمر الافتراضي للمصابيح، فإنه يبلغ 50,000 ساعة للمصابيح الحالية و20,000 ساعة للمصابيح السابقة. أما من حيث استهلاك الطاقة، فإنه يبلغ 120 وات للمصابيح الحالية و250 وات للمصابيح السابقة. وأخيراً من حيث شدة الإضاءة، فإنها تبلغ 24 لوكس للمصابيح الحالية و20 لوكس للمصابيح السابقة. نحن في سلطة الطاقة وفي مركز أبحاث الطاقة نحاول أن نوفر المثال الممكن أن يحتذى به، وهذا هو المقصود. نلتزم ونتعهد بأن نستمر في توسيع هذه التجربة وتعظيمها إلى أن تشمل أكبر قدر ممكن من المدن والقرى والريف الفلسطيني. أسهمت هذه المصابيح بدورها بتوفير 915 ميجاوات ساعة، وهو ما يعادل 50% من قيمة فاتورة الإنارة السابقة الملقاة على عاتق البلديات. بينما بلغت قيمة الوفر المتوقع من هذا المشروع 185,000 دولار سنوياً، وحددت فترة الاسترداد ب3.5 سنوات. جاء هذا المشروع انسجاماً مع رؤية وزارة الحكم المحلي الذي يسعى إلى توفير وترشيد النفقات في مجال إنارة الشوارع، وبالتالي أيضاً هو توفير في البنية التحتية اللازمة من مد شبكات وبناء محطات ومحطات تحويل وغيرها. عند الحديث عن الحالة الفلسطينية فيما يتعلق بإنارة الشوارع، فإن الأمر لا يقتصر على الأمان البيئي أو الأمان الاقتصادي من خلال تحقيق وفر في فاتورة الطاقة التي يدفعها الفلسطينيون للاحتلال فحسب، بل يمتد لأكثر من ذلك نظراً لجملة من الظروف الأمنية المعقدة التي تحكم سير حياتهم اليومية. في فلسطين ننظر إليه أيضاً من زاوية ثالثة،
أن هذا هو توفير لما استورده من الاحتلال. احنا في فلسطين إنارة الشوارع شيء مهم جدا، وأن تكون فترة الإنارة أطول ما يمكن، كوننا نعيش في ظروف، وخاصة فيما شهدناه في الآونة الأخيرة من قطعان المستوطنين من مهاجمة القرى الفلسطينية، وهذه القرى التي يغير عليها المستوطنين، وعندما تكون شوارعها وأزقتها مضاءة بكمية كافية من الطاقة يكون هناك إحساس أكبر بالأمان. لذلك من هنا نحن نوجه أيضا رسالة للعالم بأننا نبني ونطور بينما هذا المستوطن الغاصب وهذا المحتل يحرق ويهدم، ونحن نتأمل أن يكون هناك مساعدات من كافة الدول المعنية بهذا القطاع من أجل تنمية قطاع الطاقة واستهلاك هذه الطاقة بأفضل السبل وأنجعها وأكثرها كفاءة. Thank you.